رياضة التنس خطيرة مثلها مثل الملاكمة والمصارعة والركبي. كيف؟ سأخبرك. نعم، هذه الكرة الصغيرة ربما تسبب إصابات دماغية قوية، والكلام من موقع تنس يونيفيرس. إصابة الكرة في الرأس قد تسبب ارتجاجات دماغية، هذا منطقي عندما تعرف أن متوسط سرعة الإرسال في التنس الاحترافي 160 كيلومتراً في الساعة. هنا الإصابة لا تتعلق باللاعبين وحدهم، لكن بجميع المتواجدين في الملعب، بمن فيهم الأطفال الذين يجمعون الكرات والجمهور أيضاً. لحسن الحظ فإن مثل هذه الإصابات نادرة، لكن الندرة لا تمنع الخطر. الإصابات قد لا تكون قاتلة، لكنها تسبب الصداع والدوار وصعوبة التركيز، وقد تستمر لأسابيع أو أشهر، وهي أمور كافية للحذر حين لعب التنس أو حتى مشاهدته بشكل مباشر في الملعب.